لا تكون الهمة هي الأكل والشرب والنوم والسهر ومتابعة وسائل الإعلام وغيره والتواصل، لا، الهمة هي المنافسة في عمل الآخرة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض، عدة المتقين الذين يفكون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والتوبة من الخطيئات، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم وعد من الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فترى هذه هي الغنيمة، من بالغنيمة أن الناس وش أكلوا وش شربوا وش فعلوا، والسمر على أمور قد تكون ضارة في الدين مقسية للقلوب به فيها كفران من النعم. انتبه الإنسان، رمضان موسم تجارة مع الله جل وعلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، جعل الله إياكم من الفائزين بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.